خلونا قبل ما نقفل هذا الملف مؤقتا، عايزين نقول يعني اخر حاجه بقى، مليون مبروك عوده اثنين من اهم واتقل اللعيبه في مصر على الاطلاق، محمد شريف ومحمد مجدي قفشه، عودتهم لقائمه منتخب مصر لمباراه انجولا وكمان مباراه الجابون في تصفيات المونديال. طبعا ده امر طبيعي جدا ان هم يكونوا في التشكيل الاساسي لصفوف الفراعنه بعد ما استبعدهم كيروش من القائمه اللي واجهت ليبيا مرتين في الفتره الدوليه الماضيه، وان شاء الله وجودهم اكيد هيبقى له انعكاسات ايجابيه طيبه جدا. رائع جدا، مبروك علينا، وكان المتوقع بس طبعا يمكن ليها حسابات ودي حاجه برضو بتحترم اكيد، يعني احنا مش هنبقى فاهمين اكتر من الجهاز الفني او يعني المدرب.